استنفر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية جهوده في سبيل تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في كافة الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات خلال الفترة الحالية واستعدادا لشهر رمضان المبارك. واستعدت الجمعيات التعاونية بكامل طواقمها للتعامل مع قرارات مجلس الوزراء بزيادة ساعات العمل خلال فترة شهر رمضان والحظر الجزئي، والتي ستبدأ من 7 صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل، على أن يكون دخول المتسوقين ابتداء من 7 مساء عن طريق المواعيد المسبقة بالباركود. إليكم التفاصيل. الجمعيات التعاونية تواكب الحظر الجزئي وانعكاسات الجائحة الصحية على البلاد، وتستعد لشهر رمضان المبارك بمخزون استراتيجي غذائي يلبي طلبات المستهلكين خلال الفترة الحالية والقادمة. اليوم مر علينا من الحظر الجزئي قريب الشهر، الحمد لله الوضع جدا مطمئن، لا يوجد هنالك نقص بسلع أساسية من الجمعيات التعاونية. احتمال إن شاء الله عن قريب يدخل علينا شهر رمضان المبارك هنالك سلع أساسية، سلع رمضانية يطلبها المستهلكين، جمهور المستهلكين. اليوم إخواني رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية على قدر كبير من المسؤولية والأمانة والحيطة أنهم قادرين يوفرون جميع السلع اللي تكون مطلوبة من جمهور المستهلكين. اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية استنفر كافة جهوده في سبيل تأمين المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للمستهلكين في جميع الجمعيات التعاونية في محافظات البلاد. طبعا رمضان المبارك له طابع خاص خصوصا لدينا. اليوم هنالك قرارات جديدة من مجلس الوزراء الموقر بتمديد ساعات العمل بالجمعيات التعاونية إلى 12 إن شاء الله في دخول شهر رمضان. اليوم بالنهار راح يكون الدخول الطبيعي للمساهمين والمستهلكين والجمهور، 7 راح يكون على نظام الباركود إلى 12 بالليل. الإمدادات متوفرة، الشركات الموردة اتصالاتنا معها وتنسيقنا معهم من فضل الله إلى الآن لا يوجد أي طارئ أو أي شيء يخوفنا كجمعيات تعاونية من نقص سلعة معينة خصوصا السلع الرمضانية. الجمعيات اليوم قاعدة تتنافس بالعروض الخاصة لمساهمينها. الجمعيات التعاونية تدشن مرحلة جديدة خلال شهر رمضان المبارك بعد زيادة ساعات العمل بها لاستقبال المستهلكين، والتي ستكون من 7 صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل، في خطوة تجسد تطبيق قرارات مجلس الوزراء لتلبية طلبات المستهلكين. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.